تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. صباح الخير على الضاوية. السلام عليكم عائشة، كي راكي دايرة؟ لاباس؟ لاباس، رجعي رجعي راني جاية. يا فين راكي غادية؟ غير هنا عند الطريق، بغيت نمشي نجيب اللبن قبل ما يكمل. ايه واه، اليوم الجمعة في الساعة يكمل. ايه وعلى هاد القبال راكي تكوني درتي الطعام؟ ها واه راني درتو الى كتاب. اي انا والله ما درتو، زعما الحق هادي مود ما درناه. ايوا راكي عارفة الطعام اليوم يبغي القوام، والقوام ما كانش. اليوم كل شي غلا. ايوا رواحي رواحي تغداي معانا. ايه اودي مادابيا ما كرهت شاف، صحلي عليا راكي عارفة البنات يجيو مع 12، نجي انا بوحدي ما جاياش. شوفي راني كترت، جيبيهم ورواحي صافي. ايوا تطاوية غير معليش غير كولوا بصحتكم. ها نقولوا كاع حاجيت انا وجاو البنات، انا اللي جمعه كي ندير لها نجيبها. راكي تشوفي عزوجتك ما تبغيش، نخليها في الدار ما جاياش. واه معليش غير بصحتكم بصحتكم، دروك ندير شي نهار الا كان عندي ندير. ايوا اختي كي غادي ندير لك؟ ولا عرفتي واش ده مين يكمل التالي صافي قربوا يخرجوا، صيفطي هاجر ولا روحي انتيا نعمر لك واحد الطبسي وديو تما كلوا كاملين هكا حسن. إيه الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين. اختي الضاويه الله يعطيك ما راكي تتمناي. واه الحق الله يجعله في ميزان الحسنات في خاطري. ديك النهار كان مات هذيك اللي تسكن في الدوره، بغيت نمشي للحك ناكل غير الطعام، الله يستر زربوا عليها داوها دفنوها، كان لك وكلوا الناس قبل. واه العزيز عليا الطعام، الله يرحم لك الوالدين. ما تقوليش هكاك عائشه، اللي كلا شي في سبيل الله رحنا نديروه نديروه، واش تا فيها؟ راه غير طعام ماشي شي حاجه. هو اللي عندك غير طعام ماشي شي حاجه. ايوا روحي ما نعطلكش، روحي جيبي اللبن. واه تا اللبن يجي زين زعما مع الطعام. واه وروحي في السر دروك يبلع. تبغي حتى انت نجيب لك معايا واحد ليترو؟ ايوا ندبك هانيه. واه ايوا جيبي 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 ليترو ولا جوج، راه ما يقدش البنات جيبي حتى لثلاثه. ها شوفي الا ما عندكش راه عندي واحد 200 درهم نجيبها لك بالدار. الا ما يشقاش ما يشقاش راه عندي. ايوا خليتك على خير. يا الله يرحم لك الوالدين اختي الضاويه. شوفي راه تما عندي واحد نص ديال القرعه حمراء، الا بغيتي نعطيها لك تجي زينه في الطعام. ولا تكوني درتي حي عليا. ايوا صافي غير روحي روحي، راه مفوقه شو هي تما راه تكون خماجت. طي انا شحال فمي مشرق. ارواح سكينه ارواحي روحي نقول لك. واش تحالتي عيشة؟ بغيتي نتسخر لك نمشي لك للحانوت؟ يا ودي باش غادي تسخري لي؟ واش راهم تما غيتشتتو؟ بغيت نسولك مكرها في الدار؟ وراها في الدار. ايوا اسمو راها دير؟ راها دير الطعام، غادي يجيو عندنا الضياف. خيار، وشكون هاد الضياف اللي غادي يجيو عندكم؟ ها؟ عمتي اسمها هانو عمتي فايزة. لا لا، عمتك فايزة ماشي تسكن في العيون؟ تجي من تما باش تاكل الطعام؟ واش درتو شي حاجه؟ لا غير غادي يجيو يقصروا عندنا وصافي، وماما قالت لهم روحوا مع 12 باش نديروا بعدا الطعام ونتلموا. خيار ديك المنافقه ديال امك غير مره تهضر فيهم مره يوليو عزاز. لا لا وباك واش راه خدام اليوم شي ولا والو؟ بابا مشى مع الصباح يخدم. ايوا قولي لي واش يجيب لكم شي يصرف عليكم شي؟ ها ويجيبنا كل شيء، جبنا دانون وجبنا الفرماج وجبنا الحليب وجبنا الكفتة وجبنا الصوصيت، يجيبنا كل شيء بابا. اشتي يا بنيتك؟ ايوا قولي راكم زهرين. اشتي امك من تشوفها تدعي غير بالخلع. واه روحي روحي تلعبي روحي. شوفي ريضي، قلتي لي غادي يجيو جوج عماماتك. ايوا راه عمتك اللي في العيون راه يكون عندها الخير والخمير، راه تكون تجيب لكم البيض البلدي وتجيب لكم الدجاج البلدي. شوفي الا جابت شي حاجه جيبي لعمتك عيشه، ما عندهاش راكي تشوفي والو. واخا عمتي عيشه غادي نسولها، الا بغات غادي نجيب لك. ايوا ياك راكي تقوليها لامك، راني غير نجوق معاك. واش درتيها بصح؟ وروحي روحي تلعبي روحي. اشتي يا بنيتك؟ واه البنات القفزات على صغرهم، قالت لك حتى نشاور ماما ونقول لك ونجيب لك. لو كان بناتي لو كان ما يتشاوروش كاع معايا الله يستر. يخ ما شبهوش كاع فيا.
لالا الضاوية، لالا الضاوية. يا لطيف يا لطيف على هالضبيحة اللي سلطة علي يا ربي، واش تبغات؟ واش ما تعرفش باللي رحنا 12 والناس تغدى؟ يا ربي يا ربي ترحمنا. لا خالتي لا، انا اللي قلت لها مع 12 واحي درت الطعام، قلت نخرج واحد طبسي صداقة باش يحيد ربي علينا هاد المرض، وانت يا باش ربي يعطيك صحيحتك. واه واه ايوا روحي وكروحي دي لها بصحة. شوفي خرجي لها تما فيك ربي، ما تخليهاش تدخل هنا. واخا صافي. شوفي قولها رجعي في الساع ويلاه باش نمشيو نصنتو الدرس. واش غادي تمشي بلاتي الدرس؟ كيفاش بلاتي؟ غادي ناكل معلقه التاليه ونمشي، كاتنا جوج ونصرح مشى الحال. واخا خالتي نقولها لها. ها هو عيشه بالصحه والراحه. يا ود لاله الضويه ما صبت كاع، فين ندير خيرك؟ الله يرحم لك الوالدين، الله يجعلها صدقه مقبوله. امين اختي امين. ها شوفي راه قالت لك خالتي وجدي راسك باش تمشيو تحضروا الدرس. يا حي والله الا نسيتو، ها واحدنا الدرس اليوم زيخ. ها غادي تهضرنا على ديالنا كنيسه حول الرسول، قالت لك تهضرنا على امنا عائشه رضي الله عنها بحال سميتي. تبارك الله، انا والله الا عيشه الا غبطت هاد السيده اللي زرعت في قلوبكم المحبه وخلاتكم تجمعوا عليها وتصنتوا وتستافدوا شويه، ما كرهتش حتى انا نمشي معاكم. يا حوا هي اللي درتيها، بداي بها صاحبتي. يلاه يلاه نصنتو الدرس نستافدو شويه ونصليو العصر ونخرجو نمشيو مسجد الجرده، هكا نتشنقو منا ومنا ونحطيو اللي غادي واللي جاي، نكلعو القط ما نجيوش حتى العشيه مع المغرب. قولي يعني ملي كتخرجوا مول العصر كتفوتوا تشنقوا منا ومنا؟ والله يسخر الله يسخر. لا انا راني لاهيه، غير روحوا بصحتكم، الا استفدتوا نتوما فيكم الخير والبركه. ايوا دبر راسك، ايوا لا بغيتي كاع كملي شغلك ويلاه. ها بصح انت راكي تعرفي حتى انت ديري بحالها هكا، تقول حتى هي ما قال الله ما قال الرسول بحالك، غير تمشي تضيعي انت الوقت راكي تكوني تعرفي. واه لا زعما قلت لا تمشي زعما تشنقي منا ومنا ونقلعوا شويه القنطره حما الحال، واش ديروا بالدار؟ احكا راه درت لنا البارح دارت لنا واحد الدرس، قال لك اللي يمشي عند المريض ويقعد عنده بزاف ويبديها لي ويوجع له الراس راه يمشي لجهنم ديريكت. لا عيشه ماشي جهنم، ولكن هذاك راه من آداب زياره المريض. وهكا واش تخرجوا من تما ولا الله يعطيكم الخلا الا جيفتوني؟ روحي ادخلي من تما. هاني جايه. وروح اختي روحي روحي بحر راه الطعام برد، روحي روحي راه ينوض فيها حالها بالسلامه. اي حين سات اللبن ايش تدركي ما تشورتش تنغ عليها وديك العقرب تما تبقى تسعر فيا. ايش تي يا ولدي دركي غادي ندير؟ ها يديروا لاجره ما يعرفوش حتى يكملوا عليه، تعطي الطعام بلا لبن ما جاياش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالمحامد كلها في كل وقت وحين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوا عليه وسلموا أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه حتى يرضى حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبات المؤمنات أخواتي الفاضلات، أحييكن بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته أينما كنتم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنان مقاعدا إن شاء الله على بركة الله وبتوفيق منه عز وجل. وإحنا مجموعين في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى نسترسل في قصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أسميناه في بادئ هذا الكلام نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونتحدث اليوم عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يتجاوز عنا ما أخطأنا فيه، والله ولي ذلك والمعين عليه سبحانه. إذن على بركة الله المؤمنات، نعود نذكركم بأننا نهار اللي كنا كنهضروا على سيدتنا سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، اللي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قبل ما يدخل بها كانت جات عنده السيدة خولة وقد حدثت الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار زوجة، وقالت له اختار كاينين زوج، ها كاين الا بغيت الثيب وكاين الا بغيت البكر، وذكرت له عائشة رضي الله عنها، ولكنه بدأ يكرر اسم سودة.
هذه غير بحال مراجعه باش نوليو ندخلوا في الموضوع ديال سيدتنا عائشه رضي الله عنها. كذلك قلنا انه قد تكرر عليه في المنام انك تجي واحد الصوره على قطعه من الحرير ديال واحد البنت صغيره. هذه البنت الصغيره اللي كانت كتجي في المنام هي سيدتنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. دازت الفتره على الزواج ديال النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا سوداء. واحد النهار فاق في الصباح كيسترجع في المخيله ديالو الذكرى ديال داك الحلم اللي شافو، كيشوف سيدنا جبريل عليه السلام كيجيب له واحد القطعه ديال القماش الحريري فيها الصوره ديال سيدتنا عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنه، وكان يقول له انها زوجتك في الدنيا والاخره. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كيفكر في هذه الرؤيه وعاوتاني حيدها من دماغه، كيقول بعض المرات راها اضغاث واحلام والله اعلم، وكيولي عاوتاني يفكر فيها ويهتم بها، ولكن المشاغل ديال الدعوة الإسلامية وأعباء الرسالة كانت أكبر من أنه يكون يفكر في هذا الموضوع. هذا من الرؤية تكررت ليومين على التوالي، يعني نهار على خوه، الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك أنه أمر من عند الله سبحانه وتعالى وخاصه ينفذه. مشى واحد النهار عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه واستقبله مرحبا مؤهلا، طبعا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيضيف عند الصديق سيدنا أبو بكر. وملي جلسوا بدا كيحكي له، حكى له على هاد الرؤيه هادي، وسيدنا الصديق كيسمع وادرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه خطيبا، لا عرف بالله جا يخطب عنده. التفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليه راه مازال صغيره يا رسول الله، وسارسلها اليك لتراها، غادي نصيفطها لك باش تشوفها. ثم غادر النبي دار ابي بكر. كانت السعاده والفرحه كبيره تغمران نفس الصديق بطبيعه الحال، اي اب راه غادي يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بنته الا راه ما كاينش شك بانه غادي يفرح ويسعد ويتحل القلب ديالو لداخل، هذا راه شرف ومنزله ساميه انه يكون من الصهر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل على الاهل ديالو نادى سيدتنا عائشه، كانت عندها في ذاك العمر على ما كتقول الروايه اللي انا متبعها في السيره كتقول ان عندها 9 سنين، وكانت منهمكه في اللهو بالدميه ديالها، انا مازال كتلعب ومازال كتلعب بواحد الدومه كما كنشوفوا حنا الوليدات. ثم عطاها واحد الاناء وقال لها سيري وصليه لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقولي له هذا كل ما عندنا يا رسول الله فهل يوافقك. سبحان الله، شوفوا النباهه والذكاء ديال الاب ما شاء الله، سبحان الله العظيم. يعني صفت سيدتنا عائشة ثم حدث زوجته أم رومان بالأمر وأخذ رأيها. نزيد ناخذ واحد الفائدة أن الأم ديال سيدتنا عائشة وزوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان سميتها أم رومان. أسرعت سيدتنا عائشة اللي كانت مازال طفلة لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، حياها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمت له ما أرسلت به حسبها، قال لها سيري وصلي هذا الإناء هذا، وقالت له ما علمها أبوها. طبعا كما قلنا نعود نتفكروه، هذا كل ما عندنا يا رسول الله فهل يوافقك، كبها قالها سيري قولي. ثم عادت ثانية إلى والدها فسألها عاوتاني سولها بها من رجعت للدار، قالها ماذا قال لك يا بنية، شنو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت راه قال لها نعم وعلى بركة الله. مشات سيدتنا عائشه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لامر ابيها، راه كتنفذ داكشي اللي صيفطها باها عليه، وهي ما عارفاش والو بان هاد الزياره راه فيها شي غايه ولا شي حاجه، حيت كانت في واحد السن ما تدركش مع منطويات الامور، هي مازال ما عارفاش هاد الاهداف ديال التحركات وهاد الشيء. الناس كانت كتهضر بالحكمه سبحان الله العظيم. ارتاحت النفس ديال الصديق رضي الله عنه وسر غايه السرور لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا راه شرف ومكانه. وكيقولوا في الروايه ان سيدتنا عائشه كان باها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان عطى شي كلمه لشي واحد كان سميتو جبير بن مطعم بن عدي، كان عاطيه الكلمه بانها غادي تكون يعني زوجته، قد خطبها اياه. على ما اعرف ان في القديم شحال هذه كانوا كيخطبوا وكيخليوها، ما عرفتش كي كيسميوها بالدارجه، ولكن يعني شي واحد مين كيكون باغي يتناسب مع شي واحد باغي شي وحده كيعطي عليها الكلمه وهي صغيره حتى كتوصل داك السن وكيجيو يرصيو الامور الا بغينا نترجموها بالدارجه. فسيدنا ابو بكر الصديق تفكر بان راه عاطي الكلمه لذاك السيد، وكان كيفكر في الطريقه اللي تخلص بها من هذا الوعد شنو هو، غادي نشوفوا ان شاء الله وحنا في باقي الروايه، وحنا كنسردوا القصه ديال سيدتنا عائشه رضي الله عنها والزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان هذا الامر وكيفاش تخلصوا منه. سيدتنا عائشه رضي الله عنها فاش خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندها 9 سنين،
والامر ديال الخطبه بقى مكتوم، ما كيعرفو حتى شي واحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وزوجته ام رومان. بزاف ديال الروايات اللي غادي يكونوا قراوهم الاخوات وطلعوا عليهم كيقولوا بانها كانت عندها 6 سنوات. الله اعلم، على ما اعتقد، الله اعلم، وانا لم يذكر هذا في هذه السيره، ان ربما الوقت اللي كان كيجي سيدنا جبريل بالصوره ديال القماش الحريري يمكن داك السعر هتكون في تلك في 6 سنوات او ما الى ذلك، الله اعلم، حيت ما رانيش متاكده شحال كانت المده ما بين زواج سيدتنا سوده بالرسول صلى الله عليه وسلم والوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مشى وخطب سيدتنا عائشه، ولكن لعلنا نجد ذلك في اخر الروايه باذن الله عز وجل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبه هذه كثير تردد على دار سيدنا ابي بكر الصديق، وكيوصي بسيدتنا عائشه خيرا، يوصي بها خيرا يعني باش يتهلاو فيها. كانت طفله صغيره وساذجه لا تفقه من شؤون الحياه الا القليل، مازال صغيره وعقلها خاوي ما كتعرف والو من الامور ديال الحياه، وكانت بحال الاطراف ديالها يعني اللي في العمر ديالها، معظم الوقت ديالها كدوزو لا هي لاعبه راه كتلعب دوك الدمى ديالها حطاهم في حجرها تسرح لها شعرها، نفس الشيء اللي كنشوفوها حنايا في الوقيته ديالنا مع البنيتات الصغيورين قبل ما يجي هاد المصيبه ديال التليفون ويلهيهم حتى على اللعب وعلى كل حاجه. يعني اي بنيته راه كتبغي تكون عندها واحد المونيكا ولا الدميه وكتسرح شعرها كتلعبها كتنعسها كتطبطب لها على ظهرها وما الى ذلك، وهذا الشيء اللي كيوصفوا فيه كتب السيره ان سيدتنا عائشه كانت كديرو. هاد الخطبه هذه وثقات اواصر المحبه والصداقه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وزادتها متانه وقوه وتمتنات عرى الاخوه بينهما لاقصى الحدود. مرات سنوات، سنوات ديال الكفاح والجلاد والجهاد، الصبر القوي. كانت الهجرة إلى يثرب وبعد استقر المقام بالمسلمين في المدينة المنورة، وآخى بين المهاجرين والأنصار وجمع بين الأوس والخزرج، هادو كلهم قصص خصهم وقت كبير باش يتحكاو على طريق الإيمان والإسلام. وسبحان الله العظيم، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الأب الصالح والصديق المخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي غادي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له في واحد النهار يكونوا جالسين في واحد الصفاء والراحة، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الحياء: ما الذي يمنعك أن تبني بأهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شنو اللي يمنعك أنك صافي تدخل بالزوجة ديالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غادي نخليو إن شاء الله القصة متوقفة هنايا، والحصة القادمة بإذن الله عز وجل غادي نعرفوا واش دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وشحال كان في العمر ديال سيدتنا عائشة رضي الله عنها، عفوا، شحال كان في عمرها من تقلات البيت الزوجية عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت وكيفاش اللي كانت طفلة صغيرة فأصبحت أم المؤمنين، شنو هي الأحداث اللي مرت في الحياة ديال سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وكيف كانت كزوجة وكيف كانت كواحدة غادي تمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده زوجة أخرى في المنزل، واش غادي تحمل هذه المسألة ديال الضرة أو لا؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في تتمة القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه المعرفة في أمور السيرة شفيعة لنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.